يا صباح الخير والعافية عليكم مشاهدي قناة زاكروس. صباح الخير زملائي من داخل الاستوديو. سؤالنا اليوم هو: ما الفرق بين التعلق والحب وأيهما أصدق وأقوى؟ خلينا نشوف آراء الناس، خليكم ويانا. ما الفرق بين التعلق والحب وأيهما أقوى وأصدق؟ إي طبعاً الحب ماكو أقوى من عنده. هو مسألة التعلق يجي بعد الحب، يعني الحب يعني إحساس في شيء يعني إنه للطرفين، بس أثناء هو أثناء الحب يعني فترة طويلة، يعني هذولهم اللي الطرفين راح يبدأ التعلق من الطرفين. ذيك الساعة هناك راح يكون إنه لازم إلها نهاية، يعني نهايتها أما زواج أما إنه مثلا الطرفين ما متوالمين ويبتعدون، بس هو الأفضل زواج بيناتهم. الحب ممكن يصدف وبعد الحب ممكن يصير التعلق، بس التعلق هو يعني أعمق وأوجه وأصدق من الحب. الحب ممكن فترة يجي ويروح بسهولة، بس التعلق هو التعلق في شيء يعني نادر، يعني مو يا كان يقدر يتعلق، بس الحب هسه صار سهل بهالمجتمع هذا، يعني تدرين بسبب التطور وبسبب كثرة المواقع التواصل الاجتماعي، فصار الحب يعني عملة سهلة مو مثل التعلق. ما الفرق بين التعلق والحب وأيهما أقوى وأصدق؟ التعلق والحب هو يعني معنيين الشيء واحد، هاي نقطة. النقطة الأهم أنه هو اختار الشركة المناسبة، اختبارات، والزواج أفضل شيء. يعني بالنسبة لي زواج ناجح. أنا أدري هواي شباب راح أنه يخالفوني بالرأي، لأن احتمال أنه شركاتهم ما متوالمين وياهن، بس أنا أفضل شيء أنه الزواج، لأن أنا بالنسبة لي مرتاح بزواجي. بالضبط، زوجتي حالياً والحمد لله وشكرا زواجي ناجح. الحب له عوارض هواي، احتمال يكون اشياء عن طريق تجي صدفه، احتمال تجي عن طريق بيئه العمل نفسها، الاحتكاك، غيره الصداقه تتحول الى حب. فرق التعلق انه ممكن اي شيء بهاي الدنيا تعلقين به، ممكن بعطر، ممكن بترشيه، ممكن بشيء، بس الحب بصراحه اذا تفقديه يؤذي. يعني مثلا واحد يحب والدته، الوالد شيء صعب، هذا الحب. بس تعلق اتعلقتي بصديقتك ممكن بموقف تروح. الحب اصدق اقوى.